وإلى متابعة أخبار الناشئين. قال عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الأهلي والذي يرافق بعثة الناشئين مواليد 2005 إلى الإمارات للمشاركة في بطولة الكأس الدولية للناشئين بدبي إن البطولة تعد من أقوى البطولات نظرا لمشاركة العديد وعلى رأسها ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة وسيلتا فيغو من إسبانيا. وأضاف أن مكاسب الأهلي من المشاركة في مثل هذه البطولات العالمية المتعددة وتكسب اللاعبين خبرات كبيرة في هذه السن الصغيرة وتجعلهم يحتكون بمدارس مختلفة منها الأوروبية والأسيوية والإفريقية، وأن هذا الاحتكاك سوف يعود بالنفع على مستقبل القطاع بشكل عام وعلى فريق 2005 بشكل خاص. يسافر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الأربعاء إلى الإمارات لرئاسة بعثة فريق الناشئين مواليد 2005 لكرة القدم الذي يشارك في بطولة الكأس الدولية للناشئين بدبي بمشاركة 20 فريقا من مختلف أندية العالم. وكان المهندس خالد قد تعذر سفره مع البعثة التي غادرت مطار القاهرة في 1:00 اليوم الأربعاء ووصلت إلى مطار الشارقة في 6:00 صباحا بتوقيت الإمارات واستقلت إحدى الحافلات حتى فندق الإقامة بدبي.